مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم الجديد علوم حكم الدول. في هذا البرنامج نقدم القواعد العلمية عند كل الأمم الكافرة وغيرها من الأمم بشأن نشأة الدول وهدمها، كيف تقوم بثورة، كيف تهدم ثورة، كيف تفشل ثورة، كيف تبني إمبراطورية، كيف تقضي على شعب أو تؤسس أمة وحضارة جديدة. هذه القواعد كل العالم يعرفها إلا المسلمون حاليا، والسبب هو تصدر الأطباء والمهندسين الذين علمهم وخبرتهم في التاريخ والسياسة وعلوم الاقتصاد والعلوم البشرية العلوم الإنسانية بشكل عام، خبرتهم كلها توقفت عند أولى ثانوي أو ثانية ثانوي قبل أن يدخلوا القسم العلمي، فطبعا أسند لهم قيادة ملايين الناس دون أن يعرفوا شيء، فماشين بالحظ. فكانت النتيجة المذابح التي نشهدها على امتداد أقطار العالم الإسلامي. فوجدت سواء في عند ابن خلدون أو شخصيات أخرى أو يعني شخصيات قبلتها أو قرأت في يعني أو وجدت بعض القواعد سارية بشأن الحكم وقيادة الجيوش والانتصار في المعارك والانتصار وتأسيس الدول. أول قاعدة هي قاعدة أن الأيديولوجيا هي التي تفجر الثورة أو تنشئ الدولة. أول قاعدة هي أن الأيديولوجيا تسبق قيام الدولة، الأيديولوجيا هي التي تفجر الثورة أو تنشئ الدولة. بمعنى إذا أنت نظرت إلى أي دولة في العالم، هات أي دولة في العالم، ستجد أن هناك فكرة أيديولوجية، عقيدة دينية، عقيدة سياسية، أيديولوجيا، في أيديولوجيا، فكر نظري هو الذي أسس هذه الدولة وهو الذي أسس أنشأ هذه أو جعل هذه الثورة تندلع. على سبيل المثال مثلا الثورة الشيوعية في روسيا، الأيديولوجيا الشيوعية هي التي فجرت الثورة الشيوعية في روسيا. في إيران الثورة الإيرانية أيديولوجيا أو فكرة ولاية الفقيه هي التي فجرت الثورة في إيران. الأيديولوجيا العلمانية، العلمانية كفكرة في مواجهة الكنيسة وما ذلك هي التي فجرت الثورة في فرنسا، الثورة الفرنسية. أيضا الأيديولوجيا الشيوعية هي التي فجرت الثورة في فيتنام. الأيديولوجيا الإسلامية هي التي فجرت الثورة في غزة وطردت إسرائيل من هناك. الأيديولوجيا الشيوعية من جديد نجدها هي التي قادت الثورة السود ضد البيض في جنوب أفريقيا. يعني هات أي ثورة في العالم تجد أن الأيديولوجيا هي التي فجرت الثورة، وهذه الأيديولوجيا قد تكون دين، يعني قد يكون في العقيدة من عقيدة بعقيدة دينية. مثلا على سبيل المثال إذا أنت نظرت في الإسلام، العرب مكان العرب عرق واحد ولغة واحدة وعادات متقاربة جدا في كل شبه الجزيرة العربية، ولم تقم لهم دولة نهائية ولا عملوا ثورة ولا عملوا أي حاجة حتى جاءت الأيديولوجيا أو العقيدة. فالعقيدة الإسلامية هنا عملت ثورة عند العرب، العقيدة الإسلامية أنشأت دولة اللي هي دولة الإسلام والخلافة الراشدة، واللي هي يعني الآن يعني لم تعد هناك دولة إسلامية للأسف، وإن بقي مسلمون لأنه إيه العقيدة الإسلامية خمدت والمسلمون أصبحوا يحاربونها. يعني تصور واحد بيكتشف أنه هو مسلم ويكره أمور في دينه دون أن يدري، وسنأتي لذلك في حلقات أخرى بإذن الله إن شاء الله. فالذي حدث أنه لو أنت أمريكا مثلا قامت حول فكرة إيديولوجية، هات أي مثلا هتلر قام حول فرقة العرق الآري مثلا، يعني ما فيش أي أمة في العالم أو أي دولة في العالم أو أي ثورة في العالم لابد تنشئها الإيديولوجيا. ولذلك بنقول إن الإيديولوجيا أهم من الدولة، الإيديولوجيا أهم من الدولة نعم، لأن الإيديولوجيا هي التي تحفظ الدولة، بينما الدولة عاجزة عن حفظ نفسها وحفظ الإيديولوجيا. بمعنى انت لو جيت سيدنا ابو بكر الصديق كان فيه هنا يعني صراع بين حاجتين، بين الدوله والايديولوجيا او العقيده الاسلاميه. يعني انا بتكلم هنا اعتبر نفسنا ان احنا مش مسلمين مثلا، فانت سيدنا ابو بكر الصديق لما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم وحصلت الرده وحصل مانع الزكاه وحصل كان فيه جيش اسامه المفروض يذهب الى الروم وما الى ذلك، فاصبح هناك امور الدوله وامور العقيده او الايديولوجيا، الامور النظريه او الفكريه او العقائديه. فهنا ناس قالت او ناس قالوا لا ان لا نؤجل نؤخر
فاز جيش أسامة إلى الروم، لأنه المدينة في وضع عسكري صعب، وفي قبائل هتهجم عليها، وفيه متمردين مسلحين، وقبائل العرب ارتدت، الدولة تشظت، الدولة الإسلامية التي ترقاها الرسول صلى الله عليه وسلم انقسمت وتفتتت وتشظت، وفي ناس ادعت النبوة ما إلى ذلك. وأيضا بالنسبة لمنع الزكاة، منعوا الزكاة، جاءوا لسيدنا أبو بكر وقالوا له نحن مسلمون وإحنا معكم كل حاجة، بس لن ندفع الزكاة لأنه كنا نؤديها للرسول والرسول توفى صلى الله عليه وسلم. هنا أنت بقى تختار الموائمات والموازنات السياسية، ولا تختار أمور العقيدة، ولا مش وقته بقى، يعني الشريعة الإسلامية مش حالا، مش وقته. فهنا حصل صراع بين العقل، يعني او صراع بدا ان هناك تناقض بين ان احنا نمشي في الموائمات والموائمات والعقيده الايديولوجي. سيدنا ابو بكر الصديق، وهذا الرجل طبعا ساخصص له حلقه او ربما حلقات عن الفكر السياسي عن سيدنا ابو بكر وقواعد الحكم عن سيدنا ابو بكر الصديق، وهذا هو اقوى حاكم طوال التاريخ الاسلامي كله بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب جنبه يعني لا، سيدنا ابو بكر أعلى شأنا وكعبا، مش في مسألة العقيدة والإيمان بالله والصدق في الإسلام، إنما في أمور الحكم والحسم والجد والعزم. فسيدنا أبو بكر الصديق لما قرر أنه ينفذ جيش أسامة، استنادا إلى تقييم الوضع العسكري والاستراتيجي؟ لا، إنما استنادا أن ذلك من أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقدم العقيدة أو الأيديولوجيا هنا على التقييمات العسكرية. إنه يقاتل مانع الزكاة، قال لك ولو منعوني قيد بعير، يعني الحبل اللي بتسحب منه المعزة أو الجمل أو ما إلى ذلك، ده الرئيس مرسي منعوه كل حاجة، ولم يقرر أن يحسم معهم كما حسم سيدنا أبو بكر، أخذ بالموازنات اللي طلعوا بقى الدكتور سيف عبد الفتاح ومحمد محسوب ومش عارف مين، خدهم في حضنك يا ريس، اعمل إيه يا ريس. فكانت النتيجة أن الرئيس مرسي الآن يذبح، والمسلمون يذبحون، والمسلمات تغتصبن. فالنتيجة هنا أن سيدنا أبو بكر الصديق في قرار في قتال مانع الزكاة، في تسيير جيوش حروب الردة، في أن هو يرسل يحارب الروم، يعني يحارب الروم ويحارب قبائل العرب ثم يحارب الفرس أيضا، شيء غريب. فقدم الأيديولوجيا، فتجد أن الأيديولوجيا هنا هي التي أقامت الدولة، لأنه لو خدنا بقى العكس، أن سيدنا أبو بكر الصديق قال خلاص لن نرسل بعث أسامة وقصر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا بقول لك إنسى إن إحنا مسلمين، خلينا كده ننظر لها كأننا لسنا مسلمين. سيدنا أبو بكر الصديق قرر أنه لا يرسل جيش أسامة عشان إيه؟ يعني يعصى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قرر أنه لا يحارب مانع الزكاة عشان مش وقته ويتألف القلوب وما إلى ذلك ويسقط الزكاة من الإسلام. كان ماذا سيحدث؟ خلينا نفكر بمعيار بشري خالص. كان أمر أوامر الإسلام وأوامر الله سبحانه وتعالى في نفوس المسلمين وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ستكون إيه بقى؟ في سابقة أن احنا نكسرها وما نهتمش بها ونعطلها وما ننفذهاش وما إلى ذلك. فهتكون النتيجة أن باقي الأوامر الله سبحانه وتعالى في القرآن وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم لن تكون لها القدسية في نفوس المسلمين. فبعد كده لم يكن هؤلاء المسلمين ليخرجوا ليقاتلوا ويجاهدوا ويستشهدون من أجلها، لأن هم كسروها قبل كده ويعني داسوا عليها زي ما بنقول، أو تحدوها أو أهملوا فيها أو تراخوا، فلم يعد لها في أنفسهم القدسية والمكانة والقداسة، فما كانوش هيضحوا، فلم يكونوا ليخرجوا بعد ذلك ليقاتلوا الروم أو الفرس يقولوا أصل 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 أصل. لكن هنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أعلى قيمة الأوامر الإلهية، أمر الله سبحانه وتعالى وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، مسائل نظرية بحت، و لا، أمور العقيدة، العقيدة تسبق قيام الدولة، إذا تعرض العقيدة والدولة العقيدة أولا، فزرع أنه لابد من قدسية أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وقدسية أوامر العقيدة الإسلامية، وبالتالي عظم أمر العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين وخرجوا يستشهدون ويفتحوا الدنيا. هتجد أنه كل الثورات، كل من قاموا بها كانوا يضحون بحياتهم من أجل فكرة نظرية، فكرة العلمانية في الثورة الفرنسية، فكرة الجهاد في الإسلام مثلا عند المسلمين أو الفتح عند المسلمين، فكرة الشيوعية عند الشيوعيين مثلا. لابد أن الإنسان كي يخرج ويقاتل ويقتل ويضحي بحياته من قيمة نظرية يعتقدها أو يعتنق بها، غير كذا لن تقوم دولة، لن تقوم ثورة. ولذلك هنلاقي لما المجموعة العلمانية وبعضهم شخصيات
تزعم انها اسلاميه. يعني تجي مثلا سيف عبد الفتاح مسؤول لك ايه؟ ما احناش وقت ايديولوجيا العلمانيين والاسلاميين والليبراليين يجوا. ده كلام عبط. محمد محسوب يقول لك ايه؟ هذه الثوره قامت ثوره 25 يناير لم يكن لها ايديولوجيا، ليست ليبراليه وليست اسلاميه. امال ثوره ملوخيه؟ ما فيش ثوره. يجي مثلا يوسف عبد الرحمن يوسف، هتلاقي كل هذه المجموعه. طبعا هذه المجموعه في الاخر بتردد افكار عزمي انطون بشاره اللي هو الاخ المسيحي الفلسطيني الشيوعي الذي كان يؤيد اسرائيل ولا يزال يؤيد وجود اسرائيل حتى الان. هو ما طب ما هو عزمي بشاره عنده ايديولوجيا، ليه هو بقى بيقول لهم ما قولوا للمسلمين ما فيش ايديولوجيا؟ فاذا نحن نسينا اننا مسلمون يبقى ما فيش ثوره. يعني اذا عزلت الايديولوجيا من لو ما فيش شيوعيه ما كانش قام الاتحاد السوفيتي. يعني الشيوعيه اقامت الامبراطوريه السوفيتيه، فكرة الايديولوجيا الرأسمالية والليبرالية أقامت الإمبراطورية الأمريكية والإمبراطورية الفرنسية والإمبراطورية البريطانية. الإسلام أقام الإمبراطوريات الإسلامية المتعاقبة التي رأيناها. يعني ستجد أن وراء كل إمبراطورية ايديولوجيا. فلذلك مشاهدينا بنقول أن أول قاعدة من قواعد حكم الدول هو أن الايديولوجيا تفجر الثورة، الايديولوجيا تؤسس الدول وتنشئها وبالتالي علينا ان احنا نحافظ على هذا ونحافظ على ان هذه ثوره اسلاميه. وفشل الثوره في مصر بقى لها 5-6 سنين فشله ليه؟ لانه ثوره ليس لها ايديولوجيا، فتكون نتيجه ان هي عيل تايه ابن الحلال، ثوره تايه. ناس عايزه تعمل ثوره مش عارفين يعملوها ايه. لانه اي دوله في العالم لها ايديولوجيا، يعني تروح فرنسا الست بقى لابسه شورت في الشارع ليه؟ لان في ايديولوجيا عندهم ان الست من حقها ولا عايزه تمشي بلبوس مثلا. تروح مثلا عند غزه مثلا تلاقي المسلمه هناك محجبه، لماذا؟ لان عندهم ايديولوجيا ان الست تكون محجبه. فانتظرونا في الحلقات المقبله من برنامجكم علوم حكم الدول، وانتظرونا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشترك في قناتنا العالم الاسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديده. نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى إطلاقنا قناة إضافية على يوتيوب تحت اسم الوعي الإسلامي، تتناول الأحداث الجارية بالشرح والتحليل بعيدا عن محظورات الإعلام التقليدي مع العديد من الشخصيات، فتابعوها.